المكتوب بهالورقه صحيح. انتي صار معك الايدز من صاحبي، ديري بالك. لو سمحتي الدكتوره لنا موجوده؟ موجوده. اهلا دكتوره، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، مشتاقه لك دكتوره. بنت اخي خلود اهلا، وخطيبه سيد ربيع بدهم يعملوا تحليل دم قبل الزواج. برافو، هذا احسن شيء بتعمله بالمناسبه. هالعاده درجت، بتعرفي هذا الصح. اكيد. ان شاء الله ما اكلين شيء الصبح. لا لا ولا شيء. انا عريق كمان. شرفوا معي، تفضلوا. شكرا. على راسي. حاضر. بابا ممكن اخذ من وقتك شوي؟ بتاخذي من وقتي كثير. في حديث كنت بدي احكيه معك بس كنت مأجله لبين ما ارجع من المكتب. خلينا نقعد. هادي بابا. هاتي هاتي لنشوف. تامر حكى معي بالنهار اللي راح لعندك فيه على المكتب. وقال لك انه سمعته انه كان وقح وما ردت عليه. بدي اياك انت اللي تقلي. طالما هو ورفقاته ما طلعوا من عبدة الشيطان، وطالما اكتشفت انه هو ورفقاته عصاميين وعايشين بحالهم وما بيؤذوا المجتمع وانهم عناصر فعاله فيه، وطالما اهله لتامر من عيلة حسب ونسب واكابر، ليش ما بدك يعني يتجوزها؟ ما عندي جواب غير اللي قلت له اياه، انه مستقبله مع وحدة غيري. بابا انت معروف بشغلك، مثال العدالة والنزاهة والرحمة، وانت كأب احسن اب بالدنيا كلياتها، وهمك الاول والاخير سعادة اولادك، وانت بقرارك هذا عم تهدم لي سعادتي. بالعكس بابا، أنا بدي ابني سعادتك على أسس سليمة مشان ما يجي يوم وتندمي فيه. بزواجي من تامر ما حأندم، عايش مثل الفراشة. فراشة؟ يا بابا تامر نار بتحرق الفراشة. تامر إنسان رائع، والتحقيق اللي عملته معه ومع رفقاته أثبت هالشي، وبدليل العقيد وسام راح واعتذر لهم واحد واحد، ومع هيك ضليتك تقلي انه تامر شب اناني وما بيهمه غير حاله. بابا انا قلت لك هيك لحتى احميكي من طريق مليان بالشوك. تامر رغم عصاميته لكن تفكيره غير تفكيرنا، تربيته غير تربيتنا. يا بابا بالوقت الحاضر هو صعيب يحبك وقاتل حاله على انه يتزوجك، لكن تاكدي بابا بعد زواجكم باقل من سنه معاملته معك راح تتغير كثير. ما اقنعت. لأنه أنت ما بدك تقتنعي. أعطيني سبب واحد مقنع لرفضك لتامر، وبوعدك إني ما أجيب سيرته أبدا. هلأ كل هالأسباب اللي قلت لك إياها أسباب غير مقنعة؟ أنا أسباب؟ نوال أنا أبوكي وبعرف الحياة أكثر منك، مستقبلك رح يكون أفضل مع واحد غيره. وشو اللي بيضمن لك غيره؟ جينا للموضوع اللي بدي أفتحه معك. بابا أنت بتتذكري إنه من زمان العميد اسماعيل رزق بتعرفيه انه طلبك لابنه عبده، هذا الشاب الضابط المتطوع اللي دائما بقول لك انه هذا مثال للضباط، من يومين ثلاثة شافني ورجع يعني لمح للموضوع، فشو رأيك؟ سبق ورفضته، وقلت لك ما بدي وما زلت. لأنك كنتي متعلقة بتامر وهلا ما عاد في تامر. طيب عبده شو بشكي؟ من إني ما بحبه. شوفي بابا، يوما أنا ما حبيت أضغط عليكي واحترمت حريتك، لكن الوضع بالوقت الحاضر اختلف. أنا بدي إياك تفكري بطريقة مختلفة. أنت إلك الحرية بإنك تختاري اللي بدك إياه، ما بدك عبده؟ ماشي، لكن مو تامر. لا، أنا بدي أضمن مستقبلك. أنا مستقبلي مع تامر، وراح ضلني أشوفه مو بس أحكي معه على التليفون. أنت هيك عم تزعليني منك. هيك أنا عم بضمن حقي،
بابا انا ماني صغيره، انا عمري 21 سنه. قلت لك لا تزعليني منك. حبسني وعندك بالفرع مو هون بالبيت. لا لا، الحبس للحيوانات اللي ما في عندها عقل، وانت عاقله. ولاني عاقله متمسكه بحقي. انا رح اعتبر حالي انه ما سمعت الكلام اللي قلتيه اطلاقا، ورايي بضل هو الساري. يلا تحديني، تحديني حتى انسى انك انت بنتي واذيكي، وتاكدي تماما انه هذا الاذى رح يشمل السيد تامر، وانت بتعرفيني منيح. صباح النور معلم. يا دماغي هدموا الأمايل والحلم، كسيوا على قلبي ظلم، لا يحلموا لحظة سلم، وبكفي راح طفي ناري. كان عم بيقول لكم بابا الصبح بده اياكم تراقبوني؟ بده ايانا نعرف اذا كنتي عم تشوفي تامر. حقه، لانه خايف عليك، ورايي وراي نبيل انك ما تزعلي. انا رايحه لعند تامر، وانتوا اللي بدكم توصلوني. بدون ما نقول للمعلم؟ لا، قولوا له. بس هيك حيغضب علي مو عليكم. وانا قلت له قبل ما يطلع من البيت اني انا رح ضلني اشوف تامر. بلا لك ياها انسي نوال، والله غضب المعلم ما حدا بيتحمله. انا بتحمله. بعدين مين هذا تامر بدك تعادي ابوك من شانه؟ عزام. انسي نوال شو رايك نروح على بلودان، على زرزر، وين ما بدك الا تامر مشانك انسي نوال. انا رايي من راي نبيل. شرفه. انا ما في روح معكم، في غراض بدهم يوصلوا لازم استلمهم انا. تفضل عزام. ليش ما بعرف، كأنه حدا مفسده على تامر أو حدا مخوفه منه. ما قال لك مين؟ بابا ما بيقول، بابا بيرفض وبس، ويا ريت عنده سبب للرفض، وأنا متأكدة أصلاً إنه ما عنده سبب. المسألة معروفة، أنت وين وتامر وين؟ أكيد هذا السبب. لا، مو هيك القصة. مصرة تشوفي تامر؟ ما بعرف، مصرة وخايفة بنفس الوقت. انسي انسي نوال، الحب بيروح وبيجي، حتى لو تعذبت شوي بس صدقيني هيك احسن لك، لانه غضب الوالدين من غضب رب العالمين. انت وقت بدك تقابليه لتامر ويدرى ابوكي ممكن يأذيه لتامر. ورايي بضل هو الساري. يلا تحديني، تحديني حتى انسى انك انت بنتي واذيكي. انت بتعرفي قديش ايد المعلم طايله، وتاكدي تماما انه هذا الاذى رح يشمل السيد تامر. وليد انت صارت ساعه 2:30 معلم. نعم، وين هاي انسي نوال؟ شو رأيك أخذك على شي محل تغيري جو فيه؟ بس تامر عم يستناني بالمحل. صدقيني قرارك هو السليم إنك ما تشوفي هذا، إذا كنت خايفة فعلا على تامر، لأنه مو بعيد يكون أبوك حاطط حدا يراقبه لتامر، وإذا شافك فتي لعنده ما بتعرف شو ممكن يصير. طب خلص، خدني على أي مطعم. تكرم عيونك، إيه أنا بأمرك. أنا مستقبلي مع تامر،
ورح ضلني اشوفه مو بس احكي معه على التليفون. هيك انا عم بضمن حقي. بابا انا ماني صغيره، انا عمري 21 سنه. قلت لك لا تزعليني مني. احبسني وعندك بالفرع مو هون بالبيت. والله ما كنت بعرفك عنيده لهالدرجه. ادخل. وينك يا وسام؟ وينك لهلا؟ انا اسف بس اجتماع سيد العميد مع رؤساء طول وانا اضطريت ضل لحتى اخذ تعليمات. تفضل. شكرا. خير في شيء ثاني؟ في حديث صار بيني وبين تامر ياسين لازم تعرفه. تامر ياسين؟ تفضل ارتاح. وقت رحت عند تامر ورفقاته لاعتذر منهم قال لي كلام غامض وقلت من واجبي اقول لك اياه. تفضل قول. قال انك ما كنت عادل معه. بس ليش ما كنت عادل معه؟ ما قال لي. حاولت افهم. قال المساله بينك وبينه بس. كان متضايق كثير ووشه ما يتفسر. فظاعد ايش عنيد هالولد اللي اعند منه بنتي نوال. بنتك نوال؟ خليني راجع التعليمات. امرك سيدي. وسام صار شيء جديد مع عزيز؟ في شيء تحركات؟ عم نراقب هو الي وعم نراقب الناس اللي حطوا الي رقبوا عزيز دقيقه بدقيقه ولحد هلا المعلومات اللي عندنا مثل ما هي والي عم يتحرك بحذر شديد ولحد هلا ما كشفناه عم يتصل بحدا مشبوه. على كل حاجه كل اللي عم يتصل فيهم الي اعتبروا مشبوهين. بتحبوا نستدعيهم للتحقيق سيدي؟ لا 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 مو معقول نستدعيهم هلا لانه بنكشف حالنا وبهالطريقه هي الراس الكبيره بتختفي. لا لا المهم انه كل اللي عم بيقابلهم او بيتصل فيهم هذا اللي اسمه ايلي تعرفهم تاخذ اسمائهم وعناوينهم. هذا اللي عم يصير سيدي. اوامر ثانيه؟ لا ابدا. يعطيك العافيه. شوشتي لي افكاري يا نوال. انا راح اقعد على طاولتي ثاني. لا خلص ما اقعد سار. تفضل. كم واحد شايفنا؟ إذا تامر لا ترد. ايه تامر. ايه نوال وينك لهلا؟ بابا حابسني بالبيت وما عم بيخليني اطلع. شو هالحكي؟ والأفضل ما نشوف بعض يا تامر. بابا شدد علي كتير وأنا خايفة عليك. ما طلبت منك تخافي علي. أنا وأهلي اليوم جايين لعندكم على البيت واللي بده يصير يصير. لا تامر بابا هلأ كتير متأزم وزيارتكم لعنا رح تخليه عند بزيادة. أنت بس بتخبريني إيمت بيكون بالبيت وما عليكي. يا تامر شو بده يعمل يعني؟ يحبسني أنا وأهلي؟ لك ما بيحبسكم بس يقلنا أنه طلبكم مرفوض ساعتها الكلام خليه لبابا وماما. والله ما بنصحك يا تامر. أنا قررت وانتهيت. المهم أنت تخبريني إيه ما صار بالبيت. مع السلامة نوال. ألو ألو. إيه نوال نسيتين شو بدي لك؟ خير في شي تاني؟ وداد والشباب اليوم بدهم يجتمعوا الساعة 5:30. قال في شغلات كتير مهمة بدهم يحكوا فيها فيا ريت تمري يعني هيك شي ربع ساعة ما بتتأخري بتجي على السريع وتروحي. طيب رح حاول أمرق بس مو أكيد. حاولي على قد ما بتقدري. مع السلامة. بدو يجيب أهله لعندكم؟ مصر. اوعيك هيك الشغلة بتصير كبيرة. أبوكي إيده ما حدا بيلويله إياها. جوز لأنك بنته ما بتعرف شو ممكن يعمل. بس أنا عسكري عنده وبعرفه وقت اللي بيغضب. محتارة يا عزام. يمكن وصلت يوف بابا. طيب بابا خلونا بالصالون أنا وأمكم لحالنا. لا بابا أنا بدي بقى هون. أنا إلي علاقة بالموضوع. معلش يا مان خليها. طيب بس ما بتفتحي تمك شو ما صار حكي مفهوم؟ طبعا. مرحبا. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. لواء عمران سيادة اللواء غنى عن التعريف اشهر من نار على العلم. اهلا مدام. ماما. اهلا. اهلا وسهلا. زوجتي نوال. تفضل. تفضل. اهلا وسهلا.
لك ما تهمد وتشرب شايك بقى. اشربوه انت. وانا بعرف ان لك ملاحظات على ابني تامر، بس صدقني انه كله مظاهر، وانا كأب حريص انه يكون اولادي محترمين، وما في شيء بتعمل ممكن ارجل منه. وبقول لك مثل ما قال لك ابني، اذا في اي صفه تمنع ابني زواجه من بنتك انا مستعد هلا انسحب وبدون زعل. هلا حضرتك والمدام وابنك قلتوا لي عندكم اياه، وانا بحترم اللي قلتوه. الحقيقه انتم كنتوا كتاب مفتوح، اسمحوا لي افتح كتابي. تفضل. ابنك يا ابو تامر بعد ما شفته وتعرفت عليه وسالت عنه وتحدثت انا وياه كثير، الحقيقه ما في شيء بيعيبه. ما في شيء عيبه سوى امر واحد، هو انه انا ماني شايف الزوج المناسب لبنتي. انا يا ابو تامر كاب متصور لبنتي زوج ما بريد يكون اقل من تصوري، وبعتقد انه هذا من حقي كاب ادرى بمصلحه بنته. أو إذا كان بدك أب بيتمنى لبنته مستقبل أفضل من المستقبل اللي متوقع لبنتي إذا تزوجت ابنك. طبعاً هذا الشيء ما بيعول ابنك أبداً، لأنه ما في أسباب للرفض تتعلق بشخصيته أبداً، بالعكس تماماً. أنا بتمنى أن يتزوج بنت أحسن من بنتي. عفواً سيادة اللواء، ما لك ملاحظ أنك نحيت بنتك كأنها ما لها رأي؟ أنا عرفت رأيها وتناقشت معها وهي مقتنعة أنه أنا أدرى بمصلحتها. وهيك نحن نكون عملنا اللي علينا حتى ما نحرم اثنين بيحبوا بعضهم أن يكونوا لبعضهم. ومدام القرار راجع لها نحن شاكرين فضلها، ووعد مني أنه ابني ما يشوف بنتك ولا يتصل فيها. أنا وعدته يا تامر. أنا على الوعد بابا. تسمعنا بس بدون زعل. ليش الزعل؟ هي أسرتك ولك كامل حق تعمل لمصلحتك.